هلو everybody، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي وطلابي، طلابي جريد فور، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبحيي كل المامز والدالز اللي بيتابعونا على القناة المتواضعة، قناة دروس رياضيات ماث اونلاين. ان شاء الله باذن الله النهارده طبعا هناخد ريفيجن عشان طبعا الكويز اللي علينا او الاكزام اللي علينا او التيست اللي علينا ان شاء الله مقرر شهر اكتوبر. ان شاء الله باذن الله هنحل اكتوبر تيست، طبعا بيش تقريبا 43 في كتاب المعاصر، هنجيبه كده واولادنا يتدربوا عليه عشان يتدربوا على الاكزام. اوكي. طبعا نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر. طبعا معلش هم محلولين لان صورتهم من كتاب ولد، لان الكتاب ما كانش معايا بتاعي فصورتهم من كتاب ولد، فكان حالل حاجات بسيطه فيهم بس ما لكمش دعوه بالحل، ركزوا معايا. هنا تشوز ذا كوركت انسر بيقول لي ذا بيريود اوف ذا اندرلاين ديجيتس ان ذا نمبر. بيريود يعني الدوره او بيت مين، كاني بقول لك ده بيت مين، بيت الوانز ولا بيت الساوزن ولا بيت المليون ولا بيت المليار. اولا الفيرست هاوس او البيريود نمبر 1 دي بيت الوانز، اوكي ده بيت الوانز. اللي ساكن بيت اللي جنبه ده بيت الساوزند، كنا بنقول بيت الساوزند، ده بيت المليون، يبقى ده بيت مين؟ ده بيت المليارد. البيت اللي تحته لاين ده وتحته خط، يبقى ده بيت المليارد. يبقى في الحاله دي البيريد بتاعتي دي هتكون طبعا بيريد بتاعت المليارد. اوكي. هنا بيقول لي 2 days and 2 hours equals how many hours؟ اقول له انت عايز كله hours صح؟ عايز كله ساعات، تمام. طب ما دي hours ما العبش فيها، يبقى انا لازم دي تبقى hour. طب الداي في كام hour؟ في 24. يبقى في الحاله دي هقول 2 times 24، يبقى 2 times 24 يعني 24 و24 equals 48. 48 هتقول 2 times 4 8، 2 times 2 4 يبقى 48. يبقى في الحاله دي 2 days يعني 48 hours. طب ما نعمل بلس 48 بلس 2 equals 50، يبقى الانسر بتاعتي هتكون 50. نكست وان بيقول لي 721 سنتيمتر. انا عايزه متر ان سنتيمتر. قلنا حبايبي الشطار لما يقول لك انا عايز متر وعايز كمان سنتيمتر، المتر ياخد بيت ال 100 ياخد ال 7 والسنتيمتر ياخد الباقي ياخد 21. اوكي. يبقى الانسر بتاعتي هتكون letter C. هنا بيقول لي rounding، اول ما اسمع كلمه rounding يبقى دي الكريمه والبخيله، تمام. the number rounding the number، النمبر اللي قدامك ده to the nearest thousand، يعني عايز to the nearest ايه thousand. احدد الثاوزند، الثاوزند اللي هي 7، تروح اللي جنبها الزيرو ونكنسل كله نحط مكانه زيروز، ده زيرو ده زيرو. الزيرو ده هيدي حاجه لل7، الزيرو بخيل لان احنا قلنا النمبرز البخيله 0 1 2 3 4 والنمبرز الكريمه 5 6 7 8 9. اوكي. يبقى في الحاله دي الزيرو دي مش هيدي حاجه لل7، يبقى الانسر بتاعتها هتكون 37 والباقي كله 0 37 سنتيمتر. يبقى الانسر ليتر بي. هنا بيقول لي 12 لتر and 50 ملي لتر، يبقى انا عايز كله ملي لتر. يبقى حبايبي الشطار لازم اخلي كله ملي لتر. طب ما ده ملي لتر يا مستر، ما تغيروش. ده بقى اللتر لما يروح للملي لتر هيديله 3 زيروز، يبقى دي 12000. طب ما تعمل بلس 12000 بلس 50، 0 بلس 0 ايكوال 0، 0 بلس 5 5 اند وي بوت 0 تو 1، يبقى هو 12050. الانسر بتاعتها هتكون لتر دي. يا رب حبايبي الشطار يكون فهمنا كويشن نمبر 1، ويلا بينا نخش على كويشن نمبر. هنا حبايبي الشطار كويشن نمبر 2 بيقول لي كومبليت. لازم افرق بين كلمه ذا فاليو وذا بلس فاليو. اول ما اسمع كلمه ذا فاليو باخد النمبر وكل اللي قدامه زيروز، تمام. يبقى هنا ذا فاليو اوف ذا ديجيت 6، انا عايز الفاليو بتاعت ال 6. وفي الحالة دي هعمل ايه يا مستر؟ يبقى هاخد ال 6 وكل اللي قدامه زيروز، يبقى 6 1 2 3 4 5 6 7 وي بوت 7 زيروز. يبقى يا مستر لما اسمع كلمة فاليو، طبعا هنا دي غلط عشان محدش ياخدها، لما اسمع كلمة فاليو باخد النمبر وكل اللي قدامه زيرو. بليس فاليو يعني بكتب النمبر ساكن فين. اوكي؟ هنا لو بصينا في حاجة اسمها اسوسياتيف بروبرتي، يبقى هنا يا مستر النمبرز اللي هنا لازم هم اللي يبقوا الناحية التانية بعد الايكوالز. يبقى مستر عندك هنا 479، طب ما هنا في 479، عندك 234 هنا 234، يبقى في من فاضل ما اتكتبش 621، يبقى we write 621. اوكي. نيكست وان هنجمع النمبر حبايبي الشطار. اول حاجه نو زيرو، النو زيرو اللي هي ال 4، 1 زيرو، ال 1 زيرو اللي هو ال 1 اللي قدامه، 1 زيرو يعني ال 1 اللي قدامه، 2 زيروز ال 3 اللي قدامه، 3 زيروز ال 7 اللي قدامه، 4 زيروز مش موجود وي بوت 0 اللي قدامه، 5 زيروز مش موجود وي بوت 0 اللي قدامه، 6 زيروز اللي قدامه 6 زيروز اللي هي 7. يبقى الانسر بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن 7 مليون 7 ها طبعا 7314. اوكي. هنا بيقول لي اف اكس ماينس 9 ايكوالز 26، زين اكس ايكوالز كام؟ انا قلت لكم حبايبي الشطار لما اشوف الايكويشن بعمل بار موديل عشان ما اتلخبطش، وادي لك البار موديل بتاعي.
اهو بيتقسم كده. تعال نشوف اول حاجه دي بلس ولا ماينس، دي ماينس يا مستر، يبقى في الحاله دي ناخد الاول فوق، ماينس الاول فوق، لو بلس الاخير فوق، لكن دي ماينس، يبقى الاول فوق، الاكس في التوب والباقي تحت 9 و26. التو نمبرز جنب بعض ولا بعد عن بعض؟ لا التو نمبرز جنب بعض، يبقى بيحبوا بعض اعمل لهم بلس، يبقى 9 بلس 26. انا احل عادي 9 بلس 6 equals 15، 5 carry up 1، 2 بلس 1 equals 3، الانسر 35. تمام؟ تمام، يبقى مستر لما تكون ماينس خد الاول فوق والباقي تحت، لو كان النمبرز جنب بعض اعمل بلس، لو واحد فوق واحد تحت كنا هنعمل ماينس. هنا بيقول النمبر ده العلامه دي علامه الراوندنج، to round to the nearest 10,000، اعمل round to the nearest 10,000، احدد ال 10,000 once 10,000 1000 10,000 10,000 هنا ال 3، يبقى كل اللي قدامه هذا 0، يبقى ال 3 رايت 3 وكل اللي قدامها 0، 3 وال 7 عشان اخد ال 7 اللي وراه، والباقي كله 0 0 0 0 0. روح لل 5 جنبها، ال 5 تديها ولا ما تديهاش؟ ال 5 كريمه، هتديها 1 يبقى ال 3 becomes ايه؟ becomes 4، اسف ما كتبتهاش من اول 4، يبقى 74,000. اوكي اوكي نيكست وان، جيب لي وورد بروبلم، مساله كلاميه. The population of مطروح، يبقى عدد سكان مطروح، محافظة مطروح 519,800 people، and the population of South Sinai، عدد سكان جنوب سيناء is 112,200 people. Then بعد ذلك what is the difference؟ حبايبي الشطار أول ما أسمع كلمة difference هعمل minus، هعمل إيه؟ minus between the population مطروح of مطروح governorate and population of South Sinai governorate. يبقى نعمل difference يبقى minus، اخد البيج نمبر اللي هو 519,800 minus طبعا التو نمبرز الثاني اللي هو 112,200، ونعمل minus عادي 0 minus 0 equals 0، 0 minus 0 equals 0، 8 minus 2 equals 6، ونكمل 9 minus 2 equals 7، 1 minus 1 0، 5 minus 1 equals 4، يبقى الانسر 407,600. اوكي اوكي next one، by using the properties of addition، باستخدام خصائص الاديشن اللي هو الجمع، find the sum، اوجد الناتج. حبايبي الشطار انا ممكن اعمل اول خطوه، ممكن اعمل commutative ابدلهم، يبقى ممكن اقول 30 plus 20 plus، طبعا ابني لو هيحلها على طول ما فيش مشكله، بس يفضل ان هو يعمل commutative الاول، 12 plus 28. بعد كده بنعمل بلس عادي، او ممكن نعمل associative. يعني ايه associative حبايبي الشطار؟ يعني نحط دول في براكت ودول في براكت. اوكي بعد ما نعمل كوميوتيف نعمل اسوسييتيف، وناخد 30 بلس 20 50 بلس 12 بلس 28 طبعا ايكوالز 40، 50 بلس 40 ايكوالز 90. عادي مفيش مشكله، لو ابنك هيعمل بلس على طول اوكي، بس هو قال لك استخدم بروبرتيز اوف اديشن، يبقى اسهل حاجه ان انت تعمل كوميوتيف تبدلهم بعد كده تعمل بلس. اوكي حبايبي الشطار، اوكي يلا بينا نكمل باقي التست بتاعنا. هنا طبعا اكتوبر تيست نمبر 2 حبايبي الشطار، جيب لي 45 كيلو جرام 68 كيلو جرام، انا عايز كله جرام، بدل عايز كله جرام تشوف ده جرام ما تغيروش، ده بقى كيلو جرام، الكيلو جرام لما يروح للجرام هعمل له تايمز كام؟ 1000، يبقى هديله 3 زيروز بس كده حبايبي الشطار. اعمل لي بلس، قول 0 بلس 8 ايكوالز 8، 0 بلس 6 ايكوالز 6، وي رايت 0 ورايت 5 ورايت 4. كل اللي عملته ان انا حولت ده لجرام، ده جرام ما تلعبش فيه، يفضل زي ما هو، ده بقى بوت 3 زيروز. هنا بيقول النمبر اللي قدامك ده مكتوب بالليترز، انا عايزك تعمل لي ستاندرد فورم. قلنا ستاندرد فورم يعني نجمعه، اول حاجه بناخد بيت بيت، بيت المليارد في كام؟ خد اللي قبله في 3، بعد كده جنبه بيت المليون، بيت المليون في كام؟ اهو 137، يبقى رايت 137. روح بيت الثاوزند اهو، من قبله 619 اخر حاجه بيت الوانس 88. طب ما انا بيت الوانس يا مستر المفروض يبقى 3 نمبرز، يبقى وي بوت 0، لازم نزود 0. اوكي يا حبايبي الشطار، ان كل بيت بيكون 3 نمبرز الا البيت الاخير براحته، ممكن يبقى 1 2 3 and so on. اوكي راوندنج، اول ما اسمع كلمه راوندنج يبقى دي الكريمه والبخيله، تو ذا نيرست ايه 1000. حبايبي الشطار ال 1000 اهي، تروح لل 5، ال 5 تدي لها 1 عشان كريمه، وال 5 واللي كل اللي وراها يبقوا زيروز، يبقى 9 وهنا 3 زيروز، يبقى 9000. ذا بلس فاليو، هنا حبايبي الشطار لما اسمع كلمه بلس فاليو يبقى انا عايز النمبر ده ساكن فين. طب ال 7 دي ساكنه فين؟ هشوف ال 7 اهي، ساكنه فين يا 7؟ 1 10 100 1000 10000 100000، يبقى ساكنه في المليونز. اوكي يبقى ساكنه في
في المليون حبايبي الشطار. طب هنا بيقول لي 9 لتر ماينس 3000 مللي لتر ايكوالز كام مللي لتر؟ انا لازم كله يبقى مللي لتر عشان اقدر اعمل ماينس. هنا 9 لتر يبقى 9000 مللي لتر، لان اللتر بيدي 3 زيرو كده. 9000 ماينس 3000 يبقى الانسر هتكون كام؟ هتكون 6000 مللي لتر. اوكي اوكي نيكست وان كويشن نمبر 2 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر. مليارد is the smallest number formed from كام digits. المليارد بيتكون من كام digits يعني كام رقم؟ هقول له المليارد بيتكون من 10 digits يبقى اخد ال 10. طب افرض غير المليارد وخليها million is the smallest number formed from كام digit، هقول له 7 digits. يبقى المليون بيتكون من 7 digits 7، اما المليارد بيتكون من 10 digits. اوكي نيكست وان بيقول لي ذا لتر. اللتر يعني is the basic unit of، وحدة قياس ايه؟ وحدة قياس الكاباسيتي. يبقى اللتر استخدامها في ايه؟ الكاباسيتي. اوكي let's complete exercise number 2. number 3 حبايبي الشطار بيقول لي the additive identity. مين هو الاديتيف ايدنتيتي؟ طبعا ما تنسوهوش، الاديتيف ايدنتيتي هو الزيرو. طبعا 5 تايمز 1 كل ده عامل له ديكومبوز. انا عايز اجمعه، عايز اعمل له ستاندرد. اول حاجه نبص مين اللي قدامه الزيروز؟ ال5 اهي، ورايت 5. اول حاجه ال5 هير، and مين اللي قدامه 1 0؟ طبعا ما فيش، we write 0. 2 0s ما فيش، write 0. 3 0s هم اللي 3 0s، مين قدامها؟ ال 8، يبقى write 3 0s 8. 4 0s طبعا 4 0s ال 4 لان قدامها 4 0s، يبقى 48005 letter C. هنا what is the value of x؟ انا عايز ال value بتاعت x. اول ما اشوف ال equation حبايبي الشطار على طول على البار موديل، نعمل بار موديل اهو يا مستر. احنا قلنا بلس يبقى الاخير فوق، يبقى 47 هنا والباقي كله تحت عادي 35 and x. طب يا مستر two numbers فوق بعض يبقى نعمل minus، هقول 47 minus 35 ونعمل minus 7 minus 5 equals 2 4 minus 3 equals 1. الانسر بتاعتي هتكون 12. اوكي اوكي next one exercise number 3. the game started الجيم بدأ at 7:50 pm، ساعة 57 دقيقة مساء. it ended خلص 10:05 pm. وهاو لونج ووز ذا جيم؟ اول ما اقول لك هاو لونج ولا عايز الباست تايم، كنا بنعمل الاند الاندد ماينس الستارتد. اوكي يبقى هقول 10:05 minus 7:50. بعد كده باخد المينتس مع المينتس، دي المينتس ودي كانت الاور. ناخد المينتس مع المينتس، 5 ينفع ماينس 50؟ لا يا مستر، وي بور 1. ناخد 1 من 10، 10 بيكمز 9. طب ال5 لما نديها 1 اور نديها ساعه تبقى ايه؟ تبقى 6؟ لا، ال1 اور اللي انا خدتها للمينتس هتبقى ب60، وعندك 5 يبقى 65. تاني ال1 اللي انا خدتها من 10 دي مش ب1 دي ب60، لان انا خدت 1 اور والاور فيها 60 مينتس، يبقى 60 and 5 يبقى 65. ماينس 50 الانسر هتكون 15. اوكي وهنا 9 ماينس 7 ايكوالز طبعا 2، يبقى هو التايم اللي هو اخده 2 and 15. اوكي 2:15. هناك استوان حبايبي الشطار a bridge of ants، طبعا كوبري من النمل، consist يتكون من of 142 ants. يعني ايه؟ في النمل مع بعض عمل كوبري بيتكون من 140 ants. and another bridge consist of 165 ants. how many ants are there in two bridges together؟ انا عايز ان هما الاثنين مع بعض فيهم كام. واول ما اسمع كلمه together بعمل plus، يبقى لما تسمع كلمه together، كلمه all، كلمه some، تمام؟ لما تسمع الكلمات دي بتعمل بلس على طول. يبقى هاخد 142 بلس 165 equals 2 بلس 5 equals 7 4 بلس 6 equals 10 0 carry up 1 1 بلس 1 2 2 بلس 1 3 but answer 307. let's complete. يلا نكمل حبايبي. هنا حبايبي شطار اكتب October test number 3. choose the correct answer. which one is bigger؟ مين الأكبر؟ طبعا عشان نعرف مين الأكبر لازم نعدهم، نعمل counting 1 2 3 4 5 6. يبقى مين الكبير؟ اكيد 6. يبقى هناخد لتر سي. هنا طبعا النمبر ده لازم هنا اعمل بلس واشوفهم كام، لان ملاحظ ان النمبر ده مختلف عن دول تماما. يبقى في الحاله دي هنعمل بلس، هقول 5 بلس 8 ايكوال 13، 3 كاري اب 1 على 6. ال 6 لما تاخد 1 7، 7 بلس 2 ايكوالز 9. هنا 7 بلس 4 ايكوالز 11، 1 كاري اب 1 على 4، 4 بلس 1 5، 5 بلس 3 ايكوالز 8. يبقى 8193. طب يا مستر ما ال 193 اهي، يبقى باقي مين؟ باقي ال 8000. لو حد يقول لي باقي 8 بس، لا، دي 8193. 193 موجوده، يبقى باقي ال 8000 اللي هي letter D. هنا which of the following is the greatest mass؟
مين اكتر حاجه كتله في دول؟ احنا قلت لكم حبايب الشطار عشان تعرفوا الاكبر لازم كلهم يبقوا شبه الصغير، يعني كلهم جرام. ده جرام، لا ده لازم يكون جرام، يديله 3 زيروز، الكيلو جرام يديله 3 زيروز يبقى 16000. طب ده كيلو جرام برضه يديله 3 زيروز الكيلو جرام يبقى ايه 70000. ده 900 خلاص لان في جرام خلاص مش هقدر العب فيه. طبعا باينه جدا مين اكبر حاجه فيهم 70000، يبقى ليتر سي اللي هي 70 كيلو جرام. هنا راوندينج يبقى الكلمه والبخيله تو ذا نيرست ايه 1000، يبقى 1000 يا مستر اهي الفور، تروح للزيرو ما يديهاش حاجه الوحش يبقى تبقى 34 زي ما هي والباقي كله يبقى زيروز 34000 هي ليتر اي. هنا 35 مليون بيقول لك جمع النمبر، قلت له عادي المليون 35 ده بيت المليون، بيت ال 1000 في 17 يا مستر، مش المفروض بيت ال 1000 في 3 نمبرز؟ ايوه يبقى لازم وبوت زيرو نزود كمان زيرو، بيت ال 1 230 اوكي. يبقى الانسر بتاعتي هتكون ليتر سي. اوكي حبايبي الشطار ليتس كومبليت، يلا نكمل مع بعض باقي الاكسرسايز بتاعتنا. هنا حبايبي الشطار اكسرسايز نمبر 2 بيقول لك كومبليت، ما دام في ليتر عندي دي ايكويجن يبقى خلاص الايكويجن لازم نعمل بار موديل عشان ما اتلخبطش. اهو بار موديل هقول له والله يا مستر هنا دي ماينس، بس انا لازم اقسم البار موديل، دي ماينس يبقى الاول فوق يبقى 835 التوب والباقي تحت ايه 751. هنا التو نمبرز فوق بعض يبقى نعمل ماينس، يبقى هقول 835 ماينس 751 واعمل ماينس عادي 5 ماينس 1 ايكولز 4 3 minus 5 doesn't be bar 1 دي تبقى 7 دي تبقى 13 13 minus 5 equals 8 7 minus 7 equals 0 the answer is 84. هنا next one حبايبي الشطار طبعا ده كله مليلتر، لازم ده يبقى مليلتر، دي 2000 هاللتر ده 3 zeros يعني 2000 plus 50 يعني 2050 تمام. لو ابني مش عارف ممكن يعمل plus 0 plus 0 0 0 plus 5 5 0 and 2 اوكي. هنا دي 8 لتر لازم تبقى ملي لتر يبقى 8200 اوكي. نقدر نعمل ماينس عادي 0 ماينس 0 ايكوال 0 0 ماينس 5 doesn't be دي تبقى 1 ودي تبقى 10 10 ماينس 5 ايكوالز 5 هنا 1 ماينس 0 1 and 8 ماينس 2 ايكوال 6 يعني عملت ماينس عادي حبيبي الشطار اهي عشان الناس ما تتلخبطش معايا كانت 8200 ماينس طبعا 2050 كنا بنقول 0 minus 0 0 0 minus 5 doesn't be ناخد من 2 becomes 1 وال 0 بقى 10 10 minus 5 5 وال 1 minus 0 1 وال 8 minus 2 equals 6 اوكي اوكي. next one the plus value، اول ما اسمع كلمه the plus value يعني ساكن فين؟ the digit 2 in the number، ال 2 ساكنه فين؟ او ال 2 ساكنه في المليون، ساكنه في ايه؟ في المليون. طب next one حبايبي الشطار هنجمع النمبر. هنا لما نيجي نجمع النمبر ملاحظين حاجه طبعا مهمه جدا يا مستر، ما جايبش كل النمبر ده قدامه زيروز، انا جايب لي ده كل بيت لوحده، ده بيت الوانس ده بيت الساوزن ده بيت المليون. طب يا مستر معلش انا مش عارف لان انا متعود دايما يبقى نمبر واحد وكل اللي قدامه زيروز، عشان حبايبي الشطار ما تلخبطوش ممكن يعملوا بلس يقول 0 بلس 0 بلس 0 ايكوال 0 بعد كده 0 بلس 0 بلس 3 ايكوالز 3 هنا 0 بلس 0 0 بلس 7 7 كده كده دي خلصت على كده. كمل 0 plus 5 equals 5 0 plus 4 equals 4 0 plus 3 equals 3 بعد كده ال 50 مفيش حد قصادها ورايت 50 ده الكلام ده لو ابني هتلخبط، لو مش هتلخبط ده بيت الوانس هيقول 730 بيت ال 1000 ما تاخدش غير النمبرز بس 345 بيت المليون اللي هو 50 اوكي اوكي. هنا بيقول لي 8000 equals كم مليونز، اقول له كلمه 1000 بتدي 3 zeros millions المفروض 6 0 بس عشان هي بعيده عن النمبر بعيده عن النمبر ده بتاكل منه 6 تاكل منه 1 2 3 4 5 6 يبقى بقى معاك ايه 8 يبقى 8000 equal 8 millions اوكي. هنا نمبر طبعا نمبر 3 بيقول لي هاني اند سامح بارتيسيبيت شاركوا مع بعض in a project في مشروع. هاني بيد هاني دفع النمبر ده if the cost of the project المشروع بتاعهم يتكلف 500000 انا عايز اعرف how much did سامح بيد يعني سامح دفع قد ايه. طب تعالى انا دلوقتي عشان اعرف سامح لازم اخد البروجكت كله ماينس اللي دفعه هاني يبقى اقول 500000 اللي كل المشروع اللي دفعوه مع بعض ماينس اللي دفعه هاني 251650 ونعمل ماينس عادي حبايبي الشطار 0 ماينس 0 equals 0 0 minus 5 doesn't be bar 1 bar 1 bar 1 ما معهوش تاخد من 5 becomes 4 وانت راجع كل اللي قبلك يبقى 9 ما عدا اللي انت رايح له
9 الا الاخير اللي انا رايح له ده هيبقى 10. 10 minus 5 equals 5. بعد كده 9 minus 6 equals 3. بعد كده 9 minus 1 equals 8. 9 minus 5 equals 4. Last one 4 minus 2 equals 2. Answer 248,350. ده اللي دفعه مين؟ دفعه عمنا سامح. اوكي؟ اوكي. هنا بقول write the numbers in descending order. Descending يعني من الكبير للصغير. يا مستر عشان نعرف الكبير والصغير لازم نعدهم. حبايبي لازم نفرق بين كلمة descending descending و ascending. تمام؟ لما اسمع كلمة descending يعني يبدأ بالأكبر. لما تسمع descending بالأكبر. لما تسمع كلمة ascending تبدأ بالأصغر. هنا أنا عندي descending يبدأ بالأكبر. طب هنا مستر دول 3 6 7 digits. دول 6 يبقى دول الصغيرين. دول 7 دول 7. طب يا مستر ده كل عندي 3 7 ده وده وده. اخد انا واحد الكبير. شوف الفيرست نمبر فروم ذا ليفت. هنا 4 هنا 4 هنا 4. روح للي جنبه. هنا 2 وكمان هنا 2 2. هنا 3 3 3. ايه ده؟ هنا 7 وهنا 7 وهنا 7. ايه ده؟ 6 6 6. ايه ده كمان 9. هنا بص هنا لاحظ هنا 9 هنا 5 هنا طبعا ايه 5. ايه ده يا مستر؟ استنى استنى استنى. يبقى ناخد ال 9 لان هي الجريتست نمبر. يبقى دي اكبر واحده. ليه؟ لان دي فيها 9 لكن دول فيهم 5. اوكي؟ يبقى في الحاله دي هتبقى 4,237,609. دي فيرست 1. هنا ده وده مين اكبر؟ طب هنا 5 5. هنا 1 هنا 3 يبقى ناخد اللي فيه 3. هنا 4,273,653. بعد كده ده هيكون 4 طبعا 2,3,7 and 6,5,1. And the last one هنكتب ده اللي هو هيكون 4,9,5,6,2,7. اوكي؟ اوكي يا رب تكون فهمناهم كويس حبايبي الشطار. دي كانت ريفيجن او مراجعه سريعه او تدريب على التيست اللي احنا هناخده ان شاء الله بتاع اكتوبر. يا رب الناس تكون فاهمه. لو ابني مش عارف ممكن يراجع كده الحاجات دي هيفهم اكتر ان شاء الله. وبكده رجعنا يعتبر كل المنهج في الثري تيستس دول. تمام تمام. يا رب تكون استفدت. اشوفكم على خير ان شاء الله حبايب الشطار. بس ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ونشترك في جروب التليجرام سايبهولكم في صندوق الوصف. وما ننساش كمان نعمل لايك للفيديو ودعوه خالص لوجه الله لابي رحمه الله عليه ان ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. اشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.